يوم صدر القرار يلي صادق على التعديلات اللي عملتها النقابة، واستند انه الحريات لابد من ان تكون مسؤولة، والمسؤولية تعني الانضباط. وقارن الوضع بالوضع القائم في نقابة المحامين بباريس، هناك لجنة مؤلفة من نقابيين وإعلاميين، لأن الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير ليس المساس فيها بالأمر السهل. قد نلجأ إلى الهيئة العامة لمحكمة التمييز. بطبيعة الحال اليوم كل محامي حريته بالرأي والتعبير ترتبط بحقوقه الأساسية المرتبطة بكرامته الإنسانية، فالقرار لكل محامي كيف بيريد يتصرف.